وشنو كيسولوك شي مرات شنو كيقولوا لك؟ علاش بغيتي تلعبي مع مغرب؟ ونقول لهم انا مغربيه نلعب بالمغرب ما نلعبش بهولندا حقاش انا الدم ديالي مغربيه. صافي كانت ما تتخلي ليه ما يقول. انا تزاديت في هولندا عندي جنسيه هولنديه ولكن انا راني مغربيه. واه انا مغربيه الدم ديالي مغربي والانتماء ديالي مغربي وماما مغربيه وبابا مغربي وبالتالي راه غادي نلعب على القميص المغربي. واش كتحسي ملي كتلعبي بالرايه المغربيه وعلى القميص المغربي؟ واش كتحسي؟ ما عرفتش سبحان الله. فهمتيني شنو بغيت نقول لك؟ واه فهمتي. ما عرفتيش كيفاش تجاوبيني؟ لا جاوبيني بالهولنديه. هوفوليا الهولنديه ما نعرفش كيفاش نقولها. هوفوليا قريتني ما عرفتش. كتحسي بالفخر كتحسي براسك كديري شي حاجه كبيره واه. كتحسي براسك فرحانه ها والدموع في عويناتك كيغرغروا ياك تبارك الله. اش من عام زايده ياسمين؟ عام فاش زدتي؟ 2010 2010 واه. عندك 13 سنه دابا؟ لا غادي الشهر الجاي ندير 13. 13 اش من شهر؟ شهر 8 اش من نهار في شهر 8؟ 15 15 8 تجي 15 8 2010 غادي تكمل تبارك الله 13 سنه.